دلوقتي هنعمل التزيين بتاعنا للنهاردة، وهو فكرة بسيطة جدا جدا زي ما تعودنا. وحتى لو الأم، لو الأصدقاء، الصديقة مثلا ما لهاش في التزيين، سهل خالص يتعمل. أول حاجة عايزين عجينة سكر علشان خاطر نغطي بيها الكوكيز. عايزين عجينة كوكيز، وأنا الصراحة العجينة اللي معتمداها هي عجينة الباتر كوكيز أو كوكيز الزبدة، اللي هي 2 1/4 كوباية دقيق و200 جرام زبدة وصفار بيضة ونص كوباية سكر فقط. بفرد العجينة بتاعتي وبجيب قطعتين حسب مقاس الصورة، لأن احنا هنروح عند الناس اللي بيطبعوا الصور القابلة للأكل اللي هي بتطبع على الشوجر شيت، وهنطلب منهم يطبعوا لنا صور مثلا ولادنا، ابني، بنتي، عيد ميلادها، صاحبتي، حد في الشغل. هنطلب الصورة اللي احنا عايزينها، هننزلها من على اللابتوب او بنحطها طبعا في اليو اس بي وبنديها لهم، هم بيطبعوها بالمقاس اللي احنا عايزينه. انا هنا طبعت الصور بتوع زمايلي وزميلاتي هنا في سفرة، بس طبعا مش هنعملهم كلهم، بس يعني عشان توصلكوا الفكرة. فعندنا هنا صور كل حبايبنا اللي بيشتغلوا معانا في سفرة هنا اهم اهو. وهنجيب زي ما قلنا عجينة الكوكيز اهي. انا عملت ايه دلوقتي بعجينة الكوكيز؟ جبت قطعتين، قطاعة اكبر من قطاعة، شفت مقاس الصورة عندي قد ايه تقريبا اهو كده، فهخلي دي هعمل بيها ايه؟ هقطع العجينة بقطاعة كبيرة، بعمل العجينة بقطعها بالشكل ده، وبجيب لها واحدة تانية برضو مدورة زيها، بس بخرمها من النص، بخرمها من النص، فبخبز دول هيبقوا مع بعض. تمام. طيب هناخد دلوقتي الصورة اللي عندنا وبحطها حسب الـ دي، ومن بقلم كده بروح معلمة وهبتدي أقطع الصور اللي عندي كلها بالمقص على حسب الدايرة اللي احنا هنعملها. تمام. ده الورق ده يا جماعة بيتاكل، يعني شايفين الورقة دي اهي اهي اها ها ها، كلها سكر بس بتتاكل. وناخد الست نوجة كمان عشان هي اللي الدور عليها تتقص، وتشيف شربيني اهي، كيكة الشوكولاتة البسيطة اهي. كده احنا قصينا حسب الدايرة زي ما قلنا، لان هي تمام. ها كفاية دول. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الكوكيز اللي عندنا، الكوكيز اللي عندنا اهو، بنقدر بقى نحط فيه شام هنا دخل بالغلط. هناخد المية وسكر، ممكن الشوكولاتة القابلة للدهن، ممكن زي ما تحبوا. خلينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض، هنعمل فيه ايه، هنقلبه على الناحية التانية. هناخد الشوكولاتة القابلة للدهن بتاعتنا وهنحطها على الاطراف بالشكل ده، شوفوا كده، بس كده. ممكن تحطوا كريمة زبدة، ممكن تحطوا مربى، اللي انتوا عايزينه، اي حاجة تلزقهم لي في بعض. طيب هاخد المية بسكر، وبرضو ممكن تحطوا اي حاجة تانية غير المية بسكر، انا بس عايزة اعمل كده بس تك 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 كده علشان خاطر ايه لما اجي احط الصورة تلاقي حاجة تلزق فيها. طيب هناخد دلوقتي صورة من الصور اللي عندنا، ولتكن مثلا صورة الست أميرة، ناخد أميرة ونحطها هنا في النص بالشكل ده عشان تلزق على المية بسكر اللي أنا عملتها. تمام. بعدين هاخد الحلقة بقى الفاضية اللي عندي اللي هي دي، وبحطها هنا بالشكل ده، شايفين اهي كده. تمام. هاخد تاني المية بسكر اللي عندي وهحط لها كده شوية مية بسكر هنا بسيط خالص كده كده كده،
كده اهو. لا اللي في الفرن خلص خلاص، ممتاز. هناخد عجينة السكر ايا كان بقى اللون اللي احنا عايزينه اهو اهي، وبنفس القطاعة اللي قطعنا بيها الكوكيز الصغيرة، احنا هنا قطعنا بالكبيرة اهي، ده المقاس الكبير، ده المقاس الكبير. هنقطع دلوقتي بالمقاس الصغير التجويف اللي في النص. نعمل كده، ناخد دي تمام ونقطعها بالشكل ده كده اهو، وناخدها ونحطها داير ما يدور الفريم بتاعنا كده اهو كده. وبقى نقدر نجيب ورد، نجيب اي حاجة احنا عايزينها. في عندنا هنا ورد، وبرده طبعا ورد قابل للاكل ده كله، وبرده بالمية والسكر بنحط كده مثلا هنا نقطة صغننة، وبنحط وردة بالشكل ده كده، وكده بيكون شايفين